حياه طيبه مشاهدينا الكرام واهلا بحضراتكم الى حلقه جديده من برنامج نبض الاقتصاد. سيتغير وجه المدن القطريه اعتبارا من العام 2019 حيث سيتم او تم انجاز ما نسبته 62% من المرحله الاولى لمشروع مترو الدوحه. هذا المشروع مشاهدة الكرام الذي ستتجاوز تاثيراته خدمه بطوله كاس العالم 2022. لتصل إلى بناء نظام مواصلات هو الأحدث على المستوى العالمي والأكثر تطورا. يراد لهذا المشروع أن يكون حلقة الوصل بين جميع المقار الاقتصادية في الدولة وبين الجهات الخدمية لخدمة الاقتصاد الوطني، فضلا عن دوره الجوهري في خدمة المواطن والمقيم وتوفير الوقت والجهد عليهما. شركة السكك الحديدية الريل تواصل عملها كما هو مخطط له. ولا تأخير في تسليم وحدات المشروع اليوم استكمل العمل في سكة الاختبارات التجريبية والبالغ طولها أربعة كيلومترات ضمن الخط الأحمر والعمل جار لتجهيز مستودع الصيانة الرئيسي في راس بوفنطاس وذلك تمهيدا لبدء وصول القطارات قبل نهاية هذا العام خمسة في من الأعمال المدنية تم إنجازها ومن المقرر إتمامها بالكامل بحلول نهاية العام كما أن العمل قائم على تركيب خطوط السكك الحديدية، وسيتم إجراء الاختبارات التجريبية في الخط الأحمر في شهر نوفمبر القادم. تعرض مشروع الريل مشادة الكرام خلال الأسبوع الماضي لحملة استهدفت مواعيد إنجازه والشركات المشاركة فيه، وقالت صحافة دول الحصار أن العديد من الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم ومشاريع الريل قد غادرت البلاد نتيجة ارتفاع كلفة تشغيلها. نبحث اليوم مشاهدينا الكرام في مراحل انجاز مشروع مترو الدوحه، وكيف سيخدم هذا الصرح الخدمي مختلف القطاعات الاقتصاديه والرياضيه وغيرها. ونبحث ايضا في المواضيع المتعلقه بمحطات الريل والخدمات التي ستقدمها. فصل قصير مشاهدينا الكرام ومن ثم لنا عوده ابقوا معنا. قبل سنين غير بعيده ظهرت الات العصر وبدات تجوب اركان الدوحه وبقيه المدن هنا السيارات صنعت مساراتها بالطول والعرض ومع مرور الوقت تكاثرت الطرق والدروب المهيئه للسفر بعد كل هذه السنين الطويله وبعد ان تفرقت السبل وتناثرت الطرقات وتباينت الدروب والمسالك عدنا الى نقطه البدء الى الطريق الواحد الجامع بين كل الدروب الى طريق حديدي طويل يمتد فوق الارض وتحت الارض الى وسيله نقل مريحه وصديقه حميمه للبيئه وطريقه مثلى للتنقل تختصر الزمن والكلفه والجهد انه متر الدوحه الفريد من نوعه يعد مشروع سكك الحديد القطريه الريل احد اضخم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتعبر من خلاله قطر نحو تطبيق تكنولوجيا النقل الجماعي بهدف توفير قدره نقل اضافيه تساهم في نمو الاقتصاد يهدف المشروع لتحسين نوعية الحياة والبيئة بنمط جديد من أنماط النقل في دولة قطر، بالإضافة إلى خلق فرص للتجارة عن طريق تأسيس عمليات تجارية أساسية كجزء من صناعة السكك الحديدية الجديدة. بدأت المرحلة الأولى من المشروع والتي تعرف بمرحلة الأعمال التمهيدية في سبتمبر من العام 2012. يعتبر مترو الدوحة جزءا لا يتجزأ من برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية، ويتكون المشروع من أربعة خطوط وستتمكن شبكة المترو من تغطية أغلب مناطق الدوحة، كما ستتضمن خطوطا لوسط المدينة والمناطق التجارية والسكنية الحيوية. عبر المدينة في وسط الدوحة سيكون المترو تحت الأرض، أما في الضواحي والأطراف فسوف يكون غالبا على مستوى سطح الأرض أو أعلى منها. تم تخطيط المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى والتي سيتم الانتهاء منها في العام 2019، سيكون طول خطوطها 84 كيلومتراً، ويقع 96 كيلومتراً منها تحت الأرض، و11 كيلومتراً فوق سطح الأرض، وأربعة كيلومترات على مستوى سطح الأرض، ويبلغ عدد محطات مترو الدوحة في المرحلة الأولى 37 محطة، أهمها محطة مشارب. بينما المرحلة الثانية لمترو الدوحة سيبلغ طول خطوطها 152 كيلومترا، 47 كيلومترا منها تحت الارض، و76 كيلومترا منها فوق سطح الارض، و29 كيلومترا منها على مستوى سطح الارض، وسيبلغ عدد محطات المرحلة الثانية قرابة 56 محطة، وسيتم الانتهاء من انشاء المرحلة الثانية بحلول العام 2026. تم تحديد ثلاث من محطات المترو السبع والثلاثين للمرحله الاولى على انها محطات نموذجيه وستعمل كمرجع لجميع المحطات لتسهيل عمليه التفتيش والترخيص ولتدارك اي متطلبات او ملاحظات قد تطرا اثناء هذه المرحله بحيث يتم معالجتها في المحطات الاخرى وهذه المحطات هي محطه القصار وهي تابعه للخط الاحمر تحت الارض ومحطه الدوحه الجديده التابعه للخط الاحمر جنوبا تحت الارض ومحطه المنطقه الاقتصاديه التابعه للخط الاحمر جنوبا فوق الارض وقد شهدت أول محطة نموذجية وهي القصار تقدماً ملحوظاً في الأعمال المدنية والإنشائية، حيث تم إنجاز ما يقارب نسبته 98% في الشهر الماضي، وقد تم إتمام بناء مدخل المحطة والعمل جار حالياً لإتمام التشطيبات المعمارية الداخلية، وتمت المباشرة في تركيب واجهات الجدران الداخلية. بالنسبة للمحطة الثانية وهي الدوحة الجديدة، فقد تم تركيب قضبان السكك الحديدية فيها ويجري تجهيز غرف المعدات والنظم. كما شهدت المحطة النموذجية الثالثة المنطقة الاقتصادية تقدماً ملحوظاً بنسبة بلغت 78%. مشاريع الريل خلاقة بناءة. ستوفر أكثر من 104 آلاف فرصة عمل للقطاع الخاص، ويتوقع أن تصل العائدات المحتملة من هذه الفرص إلى 38 مليار دولار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة في برنامج نبض الاقتصاد وحلقة تبحث في مشاريع شركة الريل نرحب بضيف حلقة هذا اليوم سيد المهندس عبد الله عبد العزيز تركي سبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل مرحبا بك سيد عبد الله دعنا بداية شكرا على تلبية الدعوة شركة الريل تنفذ اليوم واحد من اضخم مشاريع البنية التحتية على في دولة قطر مترو الدوحة وهو مشروع طموح اين وصلت مراحل مشروع مترو الدوحة؟ شكرا اخ مروان مشروع مترو الدوحة ينجز اليوم على قدم وساق احنا مستمرين على المخطط اللي احنا ماشيين عليه جميع تواريخ التسليم ما زالت في مواعيدها. اليوم احنا انجزنا من بدايه المشروع الى اليوم حوالي 292 مليون ساعه عمل في جميع المواقع. 95% عفوا الانجاز العام 62% على مستوى المشروع. فيما يتعلق بتسلسل بناء المشروع انا احب بس اني اوضحه شوي على اساس انه يكون للمشاهدين يعني اعطيهم تفاصيل. المشروع طبعا له قسمين في التنفيذ، قسم اللي هو حفر الانفاق وبناء الجسور العلويه حسب يمكن في التقرير ما تم توضيحه. هذه الانفاق تم الانتهاء منها العام الماضي قبل موعدها بثلاث اشهر. وتم انجازها من خلال 21 اله حفر. فاليوم إحنا عندنا حوالي 111 كيلومتر من الإنفاق تحت مدينة الدوحة آه تم بنائها بالكامل بخصوص الجسور العلوية اللي هي آه تبدأ آه من أطراف المدينة من عند آه ملعب الجولف آه باتجاه جامعة قطر إلى طريق الخور الساحلي آه هناك جسور علوية طبعاً آه أطوالها تقريباً 11 كيلومتر. كذلك في المنطقه الغربيه على طريق خان أه باتجاه أه محطه الرفاع بجوار قطر مول وكذلك في أه في جنوب المدينه على طريق الوكره أه هناك الجسر أه من عند تقاطع الدائري الخامس الى أه دوار أه الوكره وتوجد ثلاث محطات علويه على محطه الوكره. أه هذه الجسور والانفاق بالكامل كاعمال مدنيه تم انتهاء منها العام الماضي وحتى قبل الموعد المحدد بثلاث شهور. ناتي على موضوع بناء المحطات، عندنا 37 محطه، ست محطات منهم اللي هم محطات فوق سطح الارض، مستوى سطح الارض. و31 محطه تحت مستوى سطح الارض. الاعمال الهيكل الخرساني للمحطات تم انجاز حوالي 95% أحنا تقريباً صبينا في المواقع خرسانة بحوالي تقدر بحوالي ثلاثة مليون ومئتين ألف متر مكعب من الخرسانة حتى الآن. المتبقي شيء بسيط يعني بخصوص الأعمال الهيكل الخرسانة. التسلسل الثاني اللي هو الأعمال الكهربائية والميكانيكية. بعد ما ينتهي إحنا خلينا نقول العظم المحطة نفسها تبدأ مرحلة إنجاز الأعمال الكهربائية والميكانيكية. آه اللي هي عباره عن تمديد الكيبلات تمديد الانابيب المياه آه، الاعمال التهويه آه، اعمال التكييف آه، انظمه الحريق آه، وخلافه من الانظمه الكهربائيه والميكانيكيه في جميع بدأت في جميع المحطات وانجزنا من هذا قسم الاعمال الكهربائيه والميكانيكيه حتى الان حوالي 36% آه في أه بعد ذلك بعد التسلسل هذا ياتي موضوع التشطيب طبعا الداخلي اللي انت تتكلم عن اسقف مستعاره أه تتكلم عن حوايط وارضيات أه ابواب اعمال زجاج أه اعمال الطلاء والدهان وخلافه من الاعمال التشطيبات واحنا بدينا فيه وتقريبا اليوم احنا نتكلم عن أه 11% أه في آه طبعا حسب ما شفنا في التقرير ان قد ترد معلومات انه والله تقول ان احنا توقفنا او او سناتي الى هذا الموضوع إينا. بالتفصيل لكن انا احب اقول لك ان اليوم احنا عندنا م. تقريبا واحد وستين ألف آه عامل آه في المشروع في حسب آه يعني آه حتى اخر 30 يونيو وهو بزياده آه حتى عن الشهر السابق بحوالي 5500 عامل وهذا يؤكد على اصرارنا في الاسراع من وتيرة العمل وكذلك التزام المقاولين معنا في في انجاز المشروع في الوقت المحدد طيب سيد عبد الله يعني انتم الان على مشارف تسليم المرحله الاولى من مشروع مترو الدوحه ماذا بخصوص المراحل التي تاتي بعد المرحله الاولى بعد المرحله الاولى هناك قسمنا المرحله الثانيه الى عده مراحل ايضا آه لان المرحله الثانيه تتكلم عن 56 محطه وتتكلم عن اطوال اكثر من المرحله الاولى. فهذه احنا في 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 طور التخطيط آه والتصميم. آه وفي ايضا طبعا احنا بنبرمجها بعد آه عام 2022 آه لتصبح آه ان هي مكمله <applause> للمرحله الاولى وتخدم آه مناطق الكثافه السكانيه. مثل المنطقة الصناعية تصل إلى ميناء الدوحة تصل إلى منطقة الخور وكذلك يعني المدد إلى طريق سلوى إلى السيلية إلى منطقة الريان فبتغطي تغطية للمدينة أكبر وكذلك سوف تصل مدينة الخور والمنطقة الحرة في ميناء حمد يعني في المرحلة الثانية سيتم التركيز على تعزيز المحطات بمحطات أخرى في نفس المناطق بالضبط آه هي بيكون تعزيز آه وامتداد آه جغرافي آه في حالة استكملنا جميع المراحل المرحلة الأولى والثانية بنكون احنا غطينا حوالي 75% من الكثافة السكانية اللي هي بتكون متواجدة حوالين حوالي المحطات آه في آه قطر لا يزيد عن 500 متر آه طولي يعني <applause> فبيكون 75% من السكان محطات الريل بتكون على مقربه منهم في اقل من 500 متر. جميل كما ذكرت سيد عبد يعني انجاز كبير اليوم نتحدث عن 100 كما ذكرت محطات على مشارف الانتهاء ذكرت انه الجسور العلويه تم الانتهاء منها الانفاق 111 نفق تم 111 كيلو متر تم الانتهاء منها تحت تحت الارض الان اينما ذهبت ايضا في المدن تلاحظ انه المحطات على خلاص يعني بقي لها وقت قصير ويتم الانتهاء منها ما هي اليه العمل الان بالنسبه لشركه الريل في فعلا بدا تجهيز هذه يعني اذهب الى الوكره مثلا اذهب الى كما ذكرت طريق الخور فعلا المشروع شبه مكتمل نعم هناك اعمال اضافيه طبعا اخ مروان بعد الاعمال المدنيه هذه اللي هي تركيب القضبان مثل ما شفتوا تقريبا ركبنا حوالي 41 كيلو متر من القضبان منها 4 كيلو متر للاختبارات اللي هي القضبان السكك الحديديه في 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 مساراتها احنا نحتاج ان نركب 164 كيلو متر اه طولي اليوم احنا خلصنا 41 كيلو ونحتاج تقريبا الى سنة الى ان احنا نستكمل المتبقي في نفس الوقت احنا طبعا عندنا المستودع الصيانة اللي بيستقبل م. القطارات اعددنا المباني ورش الصيانة وكذلك مستودع مبيت القطارات أه تم استكماله. أه هناك العديد من الانظمه الملحقه اللي انت احنا المفروض نركبها حتى في الانفاق، منها انظمه التهويه أه وسحب الدخان. أه عندنا انظمه الاضاءه، عندنا انظمه التحكم في القطارات، انظمه الاتصالات. أه هناك اعمال ما زالت كثيره أه سوف نقوم بالعمل عليها في المرحله القادمه. وان شاء الله احنا اه يعني ننجز المراحل ننجز المشروع حسب المراحل المقرره له وفي وقتها ان شاء الله. <applause> طيب دول صحافه دول الحصار تحدثت خلال الاسبوع الماضي ضمن حمله استهدفت يعني المشاريع القطريه وعلى راسها مشاريع كاس العالم وايضا المشاريع التابعه لشركه الريل تحدثت عن خروج لبعض الشركات انهاء تعاقدات ومن هذا الكلام ما حقيقه هذا الامر؟ طبعا اخ مروان انا بقول لك احنا متعاقدين مع شركات عالميه شركات عالميه أه لها سمعتها تحالفات أه تشتغل في كل مكان لها مصالح كبيرة أه في دولة قطر <applause> أه بالعكس أنا يعني أبغي أرويك أن أصلا بعد الحصار إحنا زد زدنا وتيرة العمل وزاد إصرارنا على أن إحنا نزيد معدلات الإنجاز واللي يثبت كذلك استجابة الشركات العاملة معنا في زيادة عدد العمالة يعني اذا في يمكن في تقريبا شارت او في يعني رسم بياني يوضح انا قلت لك في 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 شهر يونيو احنا زدنا 5500 عامل تقريبا 10% من عدد العمال يوضح الرسم البياني لو تشوف مثلا في شهر مايو كان تقريبا حوالي ألف عامل قبل الحصار في شهر يونيو بعد الحصار في 30 يونيو كان عندي 61 ألف عامل في المشروع زدنا 10% من العمال طبعا اللي يتكلم انه يقول والله ان الشركات يعني تهرب، كيف تهرب وهي قاعده تزيد عدد العمال وقاعده تزيد عدد يعني ساعات العمل وفي نفس الوقت تسرع من وتيره العمل، بالعكس هناك تعاطف او مش تعاطف هناك تقدير كبير من الشركات هذه وعزم واصرار أن تتعاون معنا ان احنا ننجز هذه الاعمال في 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 وقتها استلمت تاكيدات من جميع رؤساء الشركات ان هم ما زال التزامهم موجود الشركات الاستشاريه العامله معنا يعني احنا خلنا نقول احنا نفسنا طبعا حطينا خطط كثيره ان احنا ان سير المشروع ما يتاثر باي باي حال من الاحوال مم. وطبعا هذه الاخبار عاريه عن الصحه وما لها يعني طيب سيد عبد الله يعني كغيره من المشاريع آآ مشروع آآ مترو الدوحه لم يخلو من التعرض من آآ آآ يعني آآ التشكيك في قابليه هذا المشروع في خدمه المواطن والمقيم على ارض قطر لكن هذا المشروع الضخم الذي آآ يعني آآ الدوله آآ تعول عليه الكثير في خدمه قطاع المواصلات في في الدوله. هل من هم المستفيدين في هذا القطاع؟ وهل حقا سيخدم وسيكون فارق في قطر؟ اخي محمد اليوم المشروع له فوائد اقتصاديه وله فوائد اجتماعيه وله فوائد بيئيه. المشروع هذا مشروع لا يقاس بلحظه انيه. أو مدى فائدتها على لحظة آنية أو على مدى قصير. المشروع هذا يخدم عشرات السنين المشروع يخدم بل يمكن مش عشرات السنين حتى مئات السنين وهذا موجود في الدول المتقدمة يمكن تلاحظ أن في دول صار لها أكثر من مئة سنة وعندهم أنظمة سيغير مفهوم النقل حتى في سيغير مفهوم النقل. المفتاح خلينا نسميه الركيزة الأساسية اللي اللي تبرر فائده فائده المترو اللي هي الاستدامه اليوم اذا انت عندك في نمو اقتصادي في نمو في عدد السكان في زياده كثافه سكانيه في المدينه في زياده في عدد السيارات الاختناقات المروريه او خلينا نقول قاعده الازدحام قد يزيد مع السنوات فانت لازم توجد الحل البديل الحل البديل انك انت توجد نظام نقل عام فعال وكفء اليوم انت لازم يعني احنا اذا استمرينا بالتوسع ان كل شخص ياخذ يكون عنده سياره وسيله تنقل خاصه. وهذه قاعده تزيد، عدد السيارات يزيد بالالاف بل عشرات الالاف سنويا. تضطر منها انك انت تزيد الطرق، توسع المسارات، تزيد عدد المسارات في الطرق في داخل المدينه. الجسور وال والانفاق قاعد انت تتوسع فيها بالنسبه للطرق تزيد عدد المواقف, المواقف. فتصبح المدينه أه مدينه تنقل السيارات يعني انت مهيئه ان تنقل السيارات احنا نبغي نخلي المدينه هذه فعلا للقاطنين او للسكان او للناس اللي يعيشون فيها بحيث انه بدال ما يكون عندي اربع مسارات للسيارات في كل <applause> اتجاه، بدال ما يكون سرعه السيارات في داخل المدينه 180 كيلومتر في الساعه وهي سرعه عاليه، وحتى يمكن ما تحفز المشاة ولا تحفز الدراجين انهم يعني يمشون بسبب السرعه هذه، انت لا تعطي المسارات هذه للمشاة وللغطاء النباتي كتشجير وللدراجين، يعني انت تحول مسارات الطريق الى آه الى الى مسارات للمستخدمين الاخرين آه هذه طبعا بتضيف آه يعني آه قيمه اضافيه على المدينه آه انت بتشيل 200 الف سياره اذا خلصنا المشروع المرحله الاولى بنشيل مئتين الف يعني 200 الف سياره بننقل حوالي 20% او 25% من آه اللي يستخدمون وسائل النقل الخاص او السيارات الى النقل العام عندك الانبعاثات الكربونية في المدينة إذا أنت قلت عدد السيارات طبعا بيقل عدد الامب... بيقل كمية الانبعاث الكربوني في المدينة وبالتالي بتتحسن جودة الحياة على مستوى السلامة نفسها تقل عدد الحوادث حتى في ال... يعني في في الشوارع وإذا قلت عدد السيارات في دراسة مؤخرا تتكلم أن تكلفه الازدحام المروري في مدينه الدوحه يكلف الاقتصاد سنويا 6 مليار وهذه احدى المراكز البحثيه انت تتكلم عن 6 مليار سنويا اذا مشروع الريل قدر والنقل العام يقلل 50% من هذه خلينا نقول التكلفه الاقتصاديه الناتجه عن الزحام انت تتكلم عن 3 مليار ريال سنويا فهذه انت تتكلم عن في خلال 20 سنه أنت تطلع قيمه مشروع الريل كامل يعني هو له جدوى اقتصاديه له جدوى اجتماعيه يضيف على قيمه وجمال المدينه انك انت ما تهيئ المدينه فقط لنقل السيارات ومواقف السيارات لا تخليها للمشاه للمستخدمين وللساكنين وللقاطنين انهم يكونون المساحات اللي هم يستخدمونها اكثر لهم هذه طبعا باختصار يعني عن فوائد المشروع نفسه طيب مهندس عبد الله يعني الان كيف ترد على المشككين بشان المواد الخام واستيرادها من الخارج خصوصا في هذه الفتره فتره الحصار. طبعا المواد البناء اللي احنا نستخدمها اول شيء احنا المواد هذه او الانظمه القطارات وتكنولوجيا القطارات تاتي من دول متقدمه يعني من دول اوروبيه غربيه تاتي من من اليابان من كوريا من دول شرق اسيا دول الحصار اصلا ما تقدم هذه التكنولوجيا بالاساس يعني لا هي مصنعه لهذه الانظمه ولا هي يعني تقدم فاحنا موادنا كلها تجي من تقريبا من دول خارج الحصار خاصه فيما يتعلق بانظمه القطارات والقطارات انفسها انظمه التهويه وخلافها. الشيء اللي طبعا اللي صار مع الحصار مفاجاه الحصار نفسه وبعدها طبعا شو اللي صار احنا قمنا سوينا درسنا شنو المواد البناء اللي هي اساسا تمر بموانئ الحصار او عن طريق دول الحصار وتم التعامل معها بحيث انها تتغير طرق الشحن نفسها الى موانئ اخرى الى ميناء صحار الى ميناء صلاله وموانئ اخرى طبعا سهل لنا طبعا كان في تنسيق كبير بيننا وبين شركه الملاحه القطريه لنا خطوط ملاحه حتى افتحوا اكثر من خط ملاحي مما وفر علينا طريقه توريد المواد هذه المواد المستعجله اللي احنا اللي احنا كنا فعلا محتاجينها شحناها عن طريق الجو وتوصل حق المواقع وما عندنا اشكاليه فيها. بعض المواد اللي خلني نقول وهي محدوده جدا اللي هي اصلا كانت تصنع في دول الحصار احنا ايش سوينا؟ شفنا قمنا قمنا بنقل وفتح فرص حتى حق المقاولين او الشركات اللي موجوده العامله معنا قلنا قلنا لهم يا اخي انت اذا تورد هالماده من دوله الحصار واليوم هي ممنوع ان احنا انهم يعني يصدرونها او انها توصل لنا انت ليش ما تفتح عندنا في, في المشروع نفسه او في اي دوله اخرى؟ فاحنا اليوم نتكلم عن حوالي ثلاث مصانع حتى انا اتكلم بس عن مشروع الريل، ثلاث مصانع منهم مصنع فتح في الدوحه بحيث انه يغطي خدمه المشروع نفسه وقد يغطي خدم يعني يزود مشاريع اخرى مباشره يعني خلال هذا الشهر نهايه هذا الشهر ان شاء الله بيكون في اعلان عنه وكذلك في بعضها تم تحويلها من دول الحصار الى دول اخرى السوق العالمي السوق مفتوح سوق تنافسي ما في يعني اسرار تكنولوجيه او اشياء ما تقدر تصنعها بالعكس احنا جميع المواد يعني اللي احنا ناخذها حق المشروع بدل فايدتها ما تروح حق دول حصار اليوم توجهت الى دول اخرى يعني اليوم انت عندك تركيا عندك الهند عندك الصين عندك عمان عندك دول كثيرة واستقبلت هذه الطلبات واستجابت لها زائد ان انت عندك المنتج المحلي وهذه ترى نقطة يعني مهمة زادت فرصته في ان هو يزود المشاريع اللي موجوده، قبل المنتج المحلي كان يعاني من المنافسه الخليجيه، خلنا نتكلم معك. المنافسه الخليجيه طبعا لان انت تعامل الماده يعني او اللي تتصنع في دول الخليج وفي قطر نفس الشيء، يعني احنا نقول والله المنتج المحلي او الخليجي يعامل نفس الشيء في المشاريع، فاحنا نعامل المنتج الخليجي كانه منتج محلي. اليوم اذا في 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 اثناء هذا الحصار الفرصه شل صارت للمنتج المحلي المصانع اللي كان طاقتها الانتاجيه كانت 50 و40% بعد الحصار مباشره صارت 100 و120% وعندي انا في مصنعين يزودون يعني لبعض المواد الكهربائيه قبل الحصار كانت طاقتهم فعلا النص وبعد الحصار اجتمعت معهم طبعا هم يلبون حاجة الريل قال لي احنا اليوم 120 في الميام. بالعكس صاحب المصنع قال لي انا كنت متردد اني انا اقدر اتوسع او اقدر اني انا ازيد من الطاقة الانتاجية اني استثمر لان خوفا من المنافسة او خوفا من يعني إنه يكون يعني ابني شيء اضافي وما حصل يعني المنتج مالي ما يوصل حق المشاريع لكن اليوم تمت صارت يعني رب ضارة نافعة أن أنت صار عندك حماية مجانية للمنتج المحلي المستثمر اليوم اللي كان متشكك أو كان يعني عنده تردد بخصوص أنه يستثمر ويزيد طاقته في المصنع اللي هو قاعد ينتج منه عفوا اليوم قاعد لا يتوسع ويزيد وهناك كثير من الصناعات اللي بتتوطن يعني بناتجة عن هالمشاريع أه كذلك هناك فرص اخرى يعني انت تتكلم اليوم أه سابقا احنا نتكلم عن مشاريع معينه أه في الريل في كاس العالم أه المينا أه مشاريع كبرى اليوم احنا نتكلم لا أه بعد الحصار قمنا احنا نتكلم عن مشاريع اضافيه تخدم استقلاليه الاقتصاد والتنوع الاقتصادي لان احنا خلاص قلنا الحين احنا ما راح نعتمد على الدول اللي هي المجاوره او المحاصره اللي هي قد تمنع عنك اي منتج في اي وقت. لازم تكون عندك منشاتك سواء حق المنشات الغذائيه او في الخدمات اللوجستيه وخلافه فبتحصل في فرص كبيره فالنمو اللي اليوم اللي كان سابقا اذا كان 5% نمو اقتصادي في السنه بيصير 10% بعد الحصار لان انت قاعد تتكلم ان انت الـ 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 الهدف صار اكبر واسمى انك انت تنوع اقتصادك. فهذا يعني بشكل عام احنا نتكلم عن الوضع اللي اللي قاعد يصير بعد الحصار يعني. نعم. طيب. آه نعم آه مهندس آه عبد الله احنا بالتاكيد مستمرين معاك ومع مشاهدينا في آه تفاصيل مشروع آه مترو الدوحه والريل آه لكن مشاهدينا الكرام آه ناخذ فاصل ونرجع نواصل معك أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة في نبض الاقتصاد وحلقة تبحث في مشاريع شركة الريل مرحبا بك مرة أخرى سيد عبد الله وسمو أمير البلاد المفدى قام بعدة زيارات لمشروع الريل ومحطات الريل كانت زيارات تفقدية آخرها كانت في أبريل الماضي حدثنا عن متابعة سموه لهذه المشاريع نعم أخ مروان طبعا سمو حضور سمو الأمير وتشريفه لنا هو مصدر يعني هو مصدر الهام ومصدر دافع وحافز للعاملين في المشروع صراحه. طبعا سمو الامير من بدايه المشروع هو كان يعني يتابع ويوجه وكان يعني عنده رؤيه ثاقبه في في كثير من المواضيع خلال فتره انجاز المشروع نفسه. من بدايه المشروع طبعا احنا تكلمنا عن مرحله التصاميم المحطات اختيار التصاميم المناسبة واختارها سيدي سمو الأمير في وقت سابق في المرحلة الثانية تم اختيار تصاميم القطارات نفسها قام سمو الأمير سيدي سمو الأمير العام الماضي أيضا بزيارة نموذج لمحطة حقيقي ووجه أيضا بإدراج الأعمال الفنية للفنانين القطريين والتشكيليين بحيث إنه يكون هناك فرصة لهم في عرض أعمالهم الفنية في محطات مترو الدوحة عند التشغيل في أبريل الماضي عندما زارنا سيد سمو الأمير لتفقد نموذج قطار مترو الدوحة وجه استفسر سموه عن الناتج الحفر اللي يطلع من حفر الأنفاق التربة هذه اللي تطلع من حفر الأنفاق. فسألنا عن كمياتها وسألنا عن استخداماتها أه فقلنا ان احنا بالنسبة لاستخداماتها احنا نستخدمها أه يعني في جزء منها يروح الى بعض مشاريع الدولة لتمهيد الطرق والجزء الاخر يعني يتم غير مستقل فأشار سموه قال أنتوا ليش ما تدرسون أه ان استخدام ناتج الحفر هذا في أه كتربة زراعية؟ يعني تخدم المزارعين تخدم المزارع أه وخاصة ان هي جايه من باطن الارض. فبعد أه توجيه سموه في ابريل الماضي أه يعني عملنا بتوجيه سموه سموه واخذنا عينات من هذه التربه ارسلناها للمختبرات. أه فعلا اثبتت أه ان هناك كميه كبيره من ناتج الحفر الصالح للاستخدام في القطاع الزراعي <applause> يعني نسبة الأملاح في التربة نفس نسبة الأملاح المس... اللي هي في التربة الزراعية العناصر الكيميائية نسبة الرطوبة وخلافة هذه كلها تقريبا مقاربة ويمكن أفضل حتى من التربة الزراعية اللي موجودة وهذه تكفي حوالي حق أكثر حوالي خمسة مليون متر مربع زراعي كمية كبيرة لو أنت حسبت على محاصيل زراعيه قد ان هي تكفي حق محاصيل زراعيه تنتج للسوق المحلي وكذلك ممكن تكون فائض للتصدير نفسه. فاليوم احنا طبعا هذا التوجيه يعني صراحه يعبر عن رؤيه ثاقبه من سمو الامير وما كان صراحه احنا حتى عندنا في الحسبان. لكن اليوم فعلا بناء على التوجيه اكتشفنا ان مدى يعني جدوى هذا الاستخدام. الخطوة الثانية اللي احنا الحين احنا رايحين فيها ان احنا ننسق مع الجهات المختصة الأخرى وزارة البلدية والبيئة والجهات المختصة الأخرى في تزويد المزارعين والقطاع الزراعي بحيث ان احنا فعلا نستخدمها في القطاع الزراعي وهذا يعني طبعا من أهم التوجيهات بخلاف التوجيهات الخاصة لسمو الأمير من خلال زياراته ايضا سمو الامير احنا نتابع طبعا خطابات سموه العامه منها خطاب سموه الاخير ودائما ياكد على واكد يعني هذا في اكثر من مناسبه على ضروره زياده الانتاجيه زياده الكفاءه عدم الاتكاليه وعدم يعني يعني احنا طبعا اخذنا وتعزيز قيم المساءله. في اداره المشاريع وتقليل الهدر طبعا هذه كلها احنا توجيهات سموه ناخذها ونسترشد فيها ونحطها دائما في خططنا كذلك سموه سيدي سمو الامير في الخطاب الاخير قال يعني ذكر ان لازم ننظر في التنوع الاقتصادي كيف ان احنا نبدا ان احنا نبحث عن الاقتصاد الحقيقي نبحث عن اقتصاد حقيقي ان احنا يا اخي نشجع الصناعات المتوسطه صحيح. الصغيره يعني اليوم بالعكس هذه فرصه ذهبيه اليوم الدوله كلها تمشي في توجه ان انت فعلا تحتاج الى بناء آآ يعني آآ بنيه صناعيه قويه تقلل الاعتماد فيها على الاخرين واحنا كذلك على ذكر المصانع سيدي ماذا بشأن المشاركة المصانع القطرية ماذا تزود مشروع الريل أقول لك المصانع القطرية أول شيء الكبلات أه تقريبا كامل الكبلات آلاف الكيلومترات عندنا من المصانع أه القطرية عندنا أه أنابيب الحديد أه عندنا بعض أه معدات الكهربائية اللي إحنا نسميها لوحات التوزيع أه ولوحات إدارة الطاقة كلها تصنع محلياً طبعا بالتعاون مع شركاء عالميين اللي هم يقدمون التكنولوجيا لنفسها لكن المصانع تصنع محليا، عندك الانابيب البلاستيكيه عندك العديد من عفوا المواد الكهربائيه والميكانيكيه اللي احنا نصنعها موجود اليوم في الدوحه وتصنيعها. الخطه ان احنا اليوم نزيد قاعده الصناعه هذه. وتتقدم اكثر يعني هذه هذه احنا الهدف يعني احنا اليوم نتكلم عن اه في بعض انظمه التحكم اللي احنا قاعدين نحاول نستقطبها هذه انظمه التحكم اه عباره عن اه مصانع اه في قطاع اه تكنولوجي معين نعم. بالتشارك مع اه خليني اقول اه شركاء عالميين اه ذوي سمعه يقدرون يفتح يفتحون لنا المجال ان احنا نفتح المصانع هذه في, في, في قطر والمشاريع تستفيد منها لان احنا يعني نست يعني منظمه التحكم مثلا في عندنا في في مشروع الريل في كل محطه عندنا نظام تحكم كبير فانت عندك لوحات الانظمه نفسها السوفت وير او البرمجيات نفسها كلها هذه ممكن ان هي توطن بدال ان هي يعني نعملها في 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 دول اخرى نحن نوطن في, نعم. في في نعم عبد الله على ذكر المحطات كاميرا تلفزيون قطر قامت بجوله في محطه مشيرب وهي تعتبر اكبر محطات مترو الدوحه تقع في زاويه مشروع تطوير مدينه مشيرب قلب الدوحه وتشكل محطه محطه محوريه تتقاطع فيها ثلاث خطوط للمترو التقرير التالي يعرفنا اكثر على هذه المحطه فلنتابع قطاع النقل في قطر وبما يمثله من ظهير قوي للاقتصاد القطري يسجل نموا متسارعا خلال العقد الاخير دعمه مطار وميناء حمد الدوليين ومجموعه مشاريع النقل الداخليه التي سرعت الحكومه القطريه خطوات انجازها تلبيه لاستراتيجيه التحديث والتطوير من جهه واستعدادا لمونديال كاس العالم 2022 ورؤيه قطر الوطنيه 2030 ومنها مشروع القطار وترامواي لوسيل ومترو الدوحة البالغة استثماراتها نحو 65 مليار ريال والتي دخلت مطلع العام 2017 مرحلة متقدمة بعد الانتهاء من حفر 113 كيلومتر تحت الأرض بالتوازي مع استكمال إنشاء المحطتين الرئيسيتين في المدينة التعليمية ومنطقة مشيرب هذه الأخيرة تعتبر أكبر محطة في المشروع وتقع في زاوية مشروع تطوير مدينة مشيرب قلب الدوحة، وتشكل محطة محورية تتقاطع فيها ثلاث خطوط للمترو، حيث يسير الخط الأحمر بشكل متوازن مع الخط الأخضر، بينما يقع الخط الذهبي في الأسفل، ويبلغ طول رصيف المحطة 120 مترا، وستبلغ مقاييس محطة الخطين الأحمر والأخضر، متضمنة الغرف الفنية ومخارج الطوارئ. نحو 190 مترا بالطول و60 مترا بالعرض أما مقاييس المحطة الذهبية فتبلغ متضمنة الغرف الفنية ومخارج الطوارئ 190 مترا بالطول و30 مترا بالعرض محطة مشيرب إحدى أكبر محطات المترو في العالم والمتوقع الانتهاء من إنجازها عام 2018 ستكون أهم نقطة يمر عبرها جمهور كرة القدم في طريقهم الى مختلف الاستادات المستضيفه لكاس العالم عام 2022 تهدف الحكومه القطريه من انجازها الى التمكين من تحسين اداره الكثافه السكانيه المتزايده وحركه المرور خاصه مع التدفقات السياحيه المتزايده الى قطر وتقليل الازدحام المروري مع تحول مستخدمي السيارات الخاصه الى مترو الدوحه وتعزيز سلامه الطرقات وتقليل الانبعاثات الكربونيه. شادنا عوده من جديد معكم في برنامج نبض الاقتصاد، مهندس عبد الله يعني قبل الفاصل كنا تابعنا التقرير عن اكبر محطات مترو الدوحه وهي محطه مشير بقلب الدوحة يعني نبي التفاصيل أكثر عن المحطات في قطر يعني التصميم الذي تم اعتماده هل يعني التقنيات المستخدمة في هذه المحطات كيفية عمل هذه المحطات أخي محمد طبعا المحطات المترو هي عبارة عن مستويين بشكل عام المستوى الأول تحت الأرض آه اللي هو عباره آه عن مستوى يخدم آه بيع التذاكر ويكون في بعض المحلات التجاريه او آه الخدمات البسيطه اللي انت تتكلم عن آه ممكن يكون آه الاساسيات سوبر الاساسيات سوبر ماركت صغير او آه خلينا نقول كوفي شوب او م. يعني اللي هي تخدم المستخدم الركاب بشكل يعني يعني بشكل يومي آه هذا المستوى آه انت تنزل مستوى واحد تحت الارض آه احنا اعتمدنا تصميم الفضاء المقوس فعندنا ارتفاع المحطه من الداخل حوالي أربعة ونص فبحيث انك انت صحيح انك تحت الارض بس ما تحس انك انت فعلا تحت الارض تحس انك انت يعني السقف يعطيك الايحاء انه كانه في سماء وخلال الاضاءه نفسها. المحلات تقريبا انت في كل محطه حوالي عندك اربع او خمس محلات. في خدمه التذاكر، في المعلومات اللي هي الوسائل يعني اللي تكون عندنا لل يعني الاستدلال على وين انت رايح. طريقه الدخول حتى بالنسبه لك لما انت تبي تدخل هناك بوابات الكترونيه. احنا سهلنا على المستخدمين طريقه التذاكر ممكن يشتري تذاكر اللي احنا نسميه اسمه الكرت الذكي او البطاقه الذكيه ويعبي فيها يدفع أو أسبوعياً او بالرحله ويمر على البوابات الالكترونيه وتخصم يعني قيمه التذكره في نفس الوقت عندك من خلال الهواتف المحموله الذكيه انك انت ممكن تشتري التذكره لمره واحده او انك انت يكون عندك رصيد معين <سؤال> كل ما تمر عند بوابة تحط الـ 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 الهاتف الذكي على البوابة يقرأ المعلومة ويكون خلاص يعني يخصم على طول من الرصيد اللي موجود عندك ويفتح البوابة وتكمل مشوارك أيضا البطاقة البنكية اللي هي في بعض البطاقات البنكية للسحب اللي هي الله يسلمك تسمح بإمكانية الدفع لما تحطها عن قرب ما يحتاج أنك أنت فانت وانت جاي بس تقرب البطاقه البنكيه على القارئ الالي فعلى طول يستشعر القارئ الالي ياخذ المعلومه ويخصم عليك قيمه التذكره مباشره من البنك ويفتح لك البوابه. هذه طبعا كلها وسائل تكنولوجيه على اساس تخدم يعني تسهل عمليه الاستخدام و يعني وتسهيل طريقه الدخول. 5000 محطات الان جاهزه او يعني النموذجية المحطات نعم. النموذجيه المحطات النموذجيه احنا قاعدين نز... احنا شنو هدف المحطات النموذجيه؟ احنا قلنا خلينا نستبق الاحداث، خلينا نخلص ثلاث محطات نموذجيه ونطلب الجهات الترخيص والتفتيش بحيث انه يزور محطه تكون فعليا مكتمله لو كان هناك في اي ملاحظات فنيه او اشتراطات او شيء يعني في, في المرحله النهائيه هذه ان احنا نستدركها في المحطات الاخرى بحيث ان بحيث ان ما تاخر المشروع. فهذه مبادره صراحه ان احنا نستبق الاحداث ونمشي في موضوع الترخيص والتفتيش ولما احنا نرخص الثلاث محطات هذه طبعا بتكون المحطات الباقيه موضوعها موضوعها يعني بسيط وروتيني. انا كنت بس بتكلم لان تكلمت عن المستوى الاول، المستوى الثاني في المحطه هو عباره عن رصيف القطار. أه منها انك انت عندك تنزل في أه المستوى الثاني في عندك أه مسار الايمن ومسار ايسر على حسب توجهك او على حسب الاتجاه اللي انت مسافر يعني عفوا اللي انت متجه اليه في داخل المدينه أه تروح على اي مسار أه انت طبعا الرصيف محمي ببوابات الكترونيه ما ما يفتح الا مع توقف القطار نفسه عند الرصيف ويفتح باب القطار وفي نفس الوقت يفتح الباب مال الرصيف فهذا حتى حمايه حق الاطفال او يعني كبار السن او هذه م. ان من ان, إن من الوقوع م. سواء م. على, رصيف على الرصيف على مسار الرصيف او او خلافه يعني هذه للحمايه متى ستصل القطارات الى الدوحه وماذا بشان ايضا الاختبارات التجريبيه للمشروع نعم القطارات الله يسلمك تم انهاء الاختبارات الخاصه فيها في المصنع في طبعا احنا هي جايه من اليابان. تم الانتهاء من الاختبارات الخاصه فيها في المصنع. احنا بنستقبل السنه هذه قبل نهايه 2017 20 قطار من اصل 75 قطار. سيتم شحنهم استقبالهم في ميناء حمد وسوف يتم نقلهم الى مستودع الصيانه الرئيسي في منطقه راس ابو وهناك سوف يتم تجميع العربات لان لما تجي وهي منقوله في البحر تجي عربات منفصله ففي المستودع الصيني الرئيسي كل قطار عباره عن ثلاث عربات سوف يتم تجميعهم وتركيبهم مع بعض وبالتالي من المستودع الرئيسي تنطلق هذه القطارات الى الى سكه الاختبارات التجريبيه. طيب سيد عبد يعني ذكرت عن وجود بعض المحلات الأساسية في هذه المحطات وايضا توجيه سمو الامير المفدى في يعني الاستعانة بالفنانين القطريين في يعني جمالية هذه المحطات واستخدام اللوحات في جمالية هذه المحطات، هل سيكون هناك دعم للانتاج الوطني او خلينا نقول مثلا الاسر المنتجه في هذه المحطات؟ نعم، هذه طبعا احنا أه نحطينها طبعا من ضمن نفس التوجيهات اللي سموها الاميره الله حفظه بتشجيع الفنانين القطريين ايضا ان رواد الاعمال القطريين تكون فرص لهم ان في استخدام هذه المحلات بتكون هناك في معايير معينه نعطيهم اولويه بالعكس احنا بنشجعهم بنعطيهم اولويه وبيكون طبعا في اعلان عنها خلال الفتره القادمه خلال الشهرين القادمين ان شاء الله بيكون في اعلان في وسائل الاعلام عن الراغبين من رواد الاعمال او الشركات المحليه او المهتمين في هذا في هذه المحلات انهم يقومون بتقديم طلباتهم واحنا من ثم ندرسها ان شاء الله ونوافق ون عليها على حسب المتطلبات يعني مشاهدينا الكرام وصلنا معكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج نبض الاقتصاد نشكر السيد المهندس عبدالله عبدالعزيز عبد العزيز تركي السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركه الريل شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وعلى اثرائك لهذه الحلقه مشاهدينا الكرام ختام لهذه الحلقه شكرا لكم لطيب المتابعه والى اللقاء الى اللقاء